بصوا يا جماعة، هنا ثقافة العجل في باريس يعني مهمة جدا جدا بالنسبة لهم. العجل هنا بيستخدموه أكتر من العربيات نفسها. عايز أقول لكم إن هنا الأرض نفسها مهيئة إنك أنت تركب عجلة وتروح بيها أماكن بعيدة، مفيش أي مشكلة. بصوا كل حاجة هنا أهي. كل حاجة هنا يا جماعة، العجل هنا ده. وبعدين أنا شايف إن العجل ده هو المستقبل بصراحة، منها إن ده رياضة بتعتمد على نفسك، ومنها إنك أنت مش بتصرف بنزين أو حتى كهرباء كمان. فالعجل ده حاجة مهمة جدا، مهم جدا إن البنية التحتية تكون كويسة وتمام علشان الدنيا تبقى زي الفل، وتقدر إنك أنت تاخد عجلة وتمشي بيها وتروح بيها المكان اللي أنت حابب إنك أنت تروحوا بيها.